ماذا نقول لأهلنا الذين يبالغون كثيرا في القيام بواجب العزاء؟ ليس لاعتبارات دينية أو إنسانية أو عرفية، بل محبة واعتزازا وفخرا بالراحل، ولكي يعرف الناس مقدار مكانة المتوفي بين الناس، وهم يظنون أن المبالغة في الطعام وإطلاق العيارات النارية تعكس أهمية الفقيد. كما أن هناك الأقارب والأصدقاء من يصر على حضور مراسيم الدفن، مما يشكل عبئا على أهل الميت أو المتوفي، وقد يضطر البسطاء والفقراء للاستدانة وتحميل العائلة أعباء وديون كي لا يكون مجلس عزائه أقل من أي مجلس عزاء آخر من أبناء العشيرة الآخرين من الأغنياء. وهناك نقاط مهمة نسمعها دائما في رسالة لرؤساء عشائر ووجهاء قضاء العزيزية حول هذا الموضوع، وأهم الإجراءات التي اتخذوها وصوتوا عليها في حال وجود عزاء لا سامح الله. الرحمن الرحيم. اليوم أنا في مدينتي في قضاء العزيزية بين عمامي بين شيوخ وجهة عشائرنا الكريمة. اليوم أطلقوا رسالة عظيمة جدا، أتمنى هذه الرسالة تصل إلى مختلف عشائرنا الكريم، ليس في العزيزية فقط وليس في محافظة واسط فقط، وإنما بعموم العراق. اليوم وجهاء وشيوخ العشائر في قضاء العزيزية وبدعوة كريمة أيضاً وبمبادرة أيضاً جليلة تقدموا بنقاط واتفقوا على نقاط مهمة فيما يتعلق بمجالس العزاء. أولاً فيما يتعلق بمجالس العزاء، ماكو شيء اسمه ناس تروح للنجف الأشرفوية الجنازة اللي احنا نسميها الحرازة، تقتصر على أهل المتوفي فقط. اثنين، ماكو شيء اسمه أكل في مجالس العزاء، يقتصر فقط على اللي جايبهم من خارج المحافظة. تمام؟ ثلاثة، منعاً باتاً، منع بات لإطلاق العيارات النارية سواء بالفاتحة أو بالتشيع. والأهم من هذا أيضا، ماكو شيء اسمه سبعة بعد، حتى مجلس العزاء يقتصر على يوم واحد، والصبح عندنا ساعتين إلى ثلاثة والعصر ساعتين إلى ثلاثة. هذه النقاط فقط اتفقوا عليها اليوم وجهاء وشيوخ قضاء العزيزية. نتمنى هذه الرسالة تصل إلى جميع شيوخنا الأفاضل ومشايخنا بعشائرنا الكريمة بجميع محافظات العراق.